أنسة مها، أنسة عزة، أهلا أهلا. ودي صدفة برضو؟ بصراحة لا، أنا كنت مستنيكي، قصدي مستنيكو. طب اشمعنى بقى؟ يعني كان عندي مشوار قريب منكم وعرفت ان انتوا بتخلصوا محاضرات الساعة واحدة، فقلت اجي اوصلكم في سكتي. لا متشكرين، يلا بينا. وماله يا مها، تعالي. انت بتقولي ايه بس؟ تعالي بس، مالكيش دعوة. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. يا اهلا وسهلا، ده العربية هتنور ومش عارف، يعني بصراحة انا مبسوط قوي. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا وسهلا. اتفضلي يا اسامه. ايه ده؟ انتوا هتركبوا انتوا الاثنين ورا؟ في مانع؟ يعني كده شكلي ومش ولا بد، يعني ما يصحش. بجد ما يصحش؟ يعني هيتقال عليا السواق بتاعكم انتوا الاثنين. انا برضو بقول ما يصحش. مش كده برضو؟ احنا نروح نركب تاكسي احسن. لا 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 لا، خلاص خليكوا، انا ما عنديش مانع طبعا. فرحان قوي من اللي حصل ده يا ابني. اللي حصل ده يعتبر مكسب كبير قوي. مكسب كبير قوي ازاي بقى يا فالح؟ دول اتريقوا عليكم وعملوكم مسختهم. بس ركبوا معايا. يا سلام. شوف يا ابني، انت صحيح عامل فيها بورم ومفتح، لكن مالكش في اللعبه دي خالص. البنت يا اما تتنازل يا اما ما تنزلش خالص. مفيش حاجه اسمها تنازل بسيط وتنازل كبير، واي تنازل كبير بيبتدي تنازل صغير. واهم حاجه انك تمسك طرف الخيط بإيدك. ومسكت الخيط بقى يا فالح وتبت ايدي عليه كمان. اسمع بقى يا وليد، انت ابن عمي وانا عجنك وخبزك كويس قوي، وعارف اني مش هعرف ارجعك ولا امنع الفكره السخيفه دي من دماغك. لكن عليا النعمه لو دخلت عزه في حركاتك الواطيه دي ما هرحمك لحظه واحده. ولو ايوه، انت بتشطر علينا يا واشموشه. المبلغ اللي انت طالبه ده مبلغ كبير قوي، والعفش زي ما انت شايف قديم، ده ما يستحقش ربع ثمنه. اسمع يا معلم، انت مش اول واحد يشوف العفش ده، بعدين انا سالت كويس قبل ما اعرضه للبيع. ده عفش نظيف من بتاع زمان، يعني فيه خشب يكفي 3 شقق من بتوع دلوقتي. بص انا ما عنديش وقت للملاهده بصراحه، يا تدفع وتشيل يا اما نشوف حد تاني. خلاص يا شموسه، انا هعدي لك العربون دلوقتي وهبعت الرجال تشيل. مش النهارده. مش بتقول مسافرين بكره؟ المركب هتطلع الساعه 12 الظهر، تقدر تبعت الرجاله الساعه 6 الصبح. طب وليه مش النهارده؟ امال هننام على ايه يا خفيف؟ خفيف بقى، انا هسيب لك اوضه النوم يا عم وهاخد بقيه العفش. لا العفش كله هيفضل الصبح، مفيش ولا قشايه هتخرج النهارده. يا كده يا البيعه تنفض. ما هو الوقت هيبقى ضيق يا استيستر. عاجبك ولا مش عاجبك؟ ما تتكلم يا شموسه. خلاص موافق. شفت يا عادل، بابا مصر ان احنا نسافر اتينا نجيب العربيه الجديده. وانت كمان هتوحشني قوي. لا يا مجنون، اوعى تيجي، بابا هيبقى معايا في المينا. عادل هخصمك لو جيت. مش ممكن، دي فيرد فيرد شخصيا عندي في مكتبي. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. ده شرف كبير ليا ان رئيس التجاره. عايز اقابل ميلينا جولدشتاين. ميلينا؟ ايه ما تعرفهاش؟ رسميا انا ما عنديش صحفيه في الجورنال اسمها ميلينا. كذاب، الاسم ده موجود في الجريده بتاعتك على مقال حقير بيهاجمني في الصفحه الاولى من جورنالك. ده توقيع مستعار. اسم صاحبه الحقيقي ايه؟ تقصدي اسم صاحبته؟ ما يهمنيش اذا كان صاحبه او صاحبته، المهم هو مين او هي مين. مش هقدر اقول. نعم، القانون بيديني الحق ده، وبيدي صاحبة المقال الحق في إخفاء اسمها الحقيقي. القانون؟ أنت بتكلمني أنا عن القانون؟ أنا واحدة من اللي بيعملوا القانون ده، وأعرف إزاي أستغله لصالحي. قلت ما أقدرش أقول. وأنا هعرف إزاي أخليك تتكلم. أخيرا خلصت المقال الجديد. يا مهنة مش بدري ولا إيه؟ أنا عارفة يا شاهين، ما بقيتش اشوفها حتى ولا بتكلم معاها. دخلت اوضتها من المغربيه ولغايه دلوقتي لسه ما خرجتش منها. معلش، ما انت عارفه طبعا بتحب تقعد مع نفسها شويه.
ولا يمكن يا اخويا بتكتب جواب لاسم الله عليه سا عمرو بتاعها. جرالك يا سميح، انت قلبت على عمرو كده ليه؟ ده انت زمان كنت بتقولي ده زي ابني ومفيش حد في غلاوته. كنت بقول يا حبيبي، بس ما كنتش عارفة ابدا انه هيسافر ويقول عدولي، وما كنتش عارفة ابدا ان بنتي الوحيدة اللي بترجها من الدنيا هتدبل قدام عينيا حبة عيني كده من غربته وهو لا حاسس ولا مقدر. مين اللي قال كده؟ أو يا ستي بعت جواب وطمنا عليه وقال انه بخير وحيرجع ان شاء الله ويتجوزه. لا شكرا يا حبيبي، يفتح الله. يعني ايه يفتح الله؟ يعني زي ما بقول لك كده، انا الجوازه دي خلاص قفلت من ناحيتها، مش عايزاها. سميح، انت عايزه تفركش الجوازه دي ولا ايه؟ يا ريت، من بقك لباب السما. يا نهار مش فايت. ونقول للناس ايه؟ ونوريهم وشنا ازاي؟ هنقول لهم ايه؟ هو بالعافيه ولا بالعافيه؟ مفيش نصيب، خلاص. بالبساطه دي؟ ايوه يا سيدي بالبساطه دي. هو مفيش حد فسخ خطوبته اللي هي ده، حتى ما جابلهاش شبكه عشان نرميها له، حته دبله هنقلع حالها ونديها لهم. شش، وطي حسك، الشقه تحت الشقه يسمعونا، الحكايه تبوظ بجد. يا اخويا ما تقاطعش، قول يا رب. معقوله؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم كل ذنب، يا ساتر يا رب. تربه، انت ايه اللي مصحيك كده؟ نفس اللي صحاكي مفزوعه. مش عارفه يا طلبه، مش عارفه، قلبي واخدني قوي الليله دي على عمري ابني. وانا كمان، مع انه مسافر بس انا جايلي احساس كده كأنه حيبعد عني أكتر. يا سبحان الله، نفسي إحساسي. تفتكر الصدفة إن إحساسنا إحنا الاتنين يجي في وقت واحد كده؟ الله أعلم، يمكن عشان الحكاية اللي حكتها لنا عزة عن وليد ابن عم عصام اللي بيطارد مها بسماكة، يمكن ده خلانا خوفنا إن البنت تضيع من عمر. يمكن. طب يلا قوم ارجعي للسرير ونامي. يلا. طب قوم انت كمان نام يا طول. حاضر يا كريم، حاضر. فؤاد مالك على الاقل ايه؟ العملية بتمر بمرحلة تحول يا حسن، طبيعي يا بقلقان. يا فؤاد انت مش واثق ان عمرو استوعب الموقف كويس قوي؟ 100%. طيب قلقان من ايه بقى؟ اطمن الاول على عمرو. يا عمرو، الليلة دي ما بتروحش عن بالي ولا ثانية واحدة. وحشتني قوي 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 قوي. فكرني يا حبيبي بالموعد الجميل، بليالي سهرناها، بليالي سهرناها، وسهر الأناديل سهر يا حبيبي. مش جاي لي نوم في اي حاجه دي؟ طب ايه ده يا متي؟ ما نهدي اهو، ما نهدي اهو، مش عارفه انام من الزفت ده. طب يا متي ده انا مشغله على قدي، مضايقني يا اخي، مش عارفه انام. هو الواحد ما يعرفش يرتاح في بيته؟ ده عشان تعرف ايه
صباح الخير يا استاذ. صباح الخير. احنا جينا الساعة 6 الصبح اهو عشان نشيل العفش. جبت بقية المبلغ؟ اه طبعا. اتفضل يا استاذ عد براحتك. لا مفيش داعي، الدار امان. يلا شيل. لا لا مفيش حاجة هتتشال من البيت ده وانا عايشة. لا 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 خلاص يا عمتي خلاص. طيب انا مش هبقى العفش، انا مش هسافر. طيب انا مش هسيب مصر. طيب انا مش هسيب مصر. خلاص خلاص ابدا ابدا. طيب يا عمتي اهدي يا عمتي، مش هنسيب مصر، مش هنسيب مصر. ما تضحكش عليا. ابعد عني ابعد عني. انا مش هسيب مصر، انا مش هسيب مصر، مش هسيبها مش هسيبها. عمتي مين ده؟ مين اللي بيخبط بالقهوه كده ده؟ مين اللي هيخبط علينا في ساعه زي دي؟ معلش معلش يا معلم، الموضوع مستعجل قوي. في ايه؟ انت بتخبط زي ما جيني كده ليه؟ الست استر يا معلم. مالها؟ بيا في حياه قطرة. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. متشكرين يا دكتور. انا اعمل لكم التقرير يا معلم عشان شهاده الوفاه وتصريح الدفع. ربنا ما يحرمناش منك يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شد حيلك يا موسى يا ابني، كلنا ذهب. انا مش مصدق يا معلم انها ماتت. معلش يا ابني، تموت علينا حق. كنا مسافرين بعد 3 4 ساعات. وما تدري نفس باي ارض تموت. سبحانك يا الله. تعال تعال. مش ممكن. تعال يا موسى، تعال تعال. كيف حالك يا موسى؟ كيف حالك؟ هلا هلا، روح عند المعلم سيد الحانوتي، صحيه من النوم وخليه يجيني بسرعة. حالا يا معلم. استنى هلا استنى. لماذا يا سيد موسى؟ انتوا بتعملوا ايه في الظروف اللي زي دي؟ انا هبرتب يا معلم الموضوع ده. طب وموضوع سفرك هتعمل فيه ايه؟ لا لا لا، سفر ايه؟ استاذ موسى ابن حتتنا وهنفضلوا مع بعض على طول. لا يا معلم ما عادش ينفع خلاص. ليه؟ انت هتسافر برضو؟ البركه فيكم يا معلم، انا هعمل كل الترتيبات وما تقلقش يا معلم. اهلا يا استاذ موسى، احنا هنعمل الواجب من جني لالف. متشكر يا معلم، بس كل شيء هيمشي زي ما كان ماشي. والبيعه ماشيه؟ ماشيه يا حاج، الفلوس هتدفن بيها عمتي، ودول امانه في رقبتك يا معلم. ما تقولش كده يا استاذ موسى، وشيل فلوسك في جيبك. الست استر عاشت بينا مكرمه وهتندفن مكرمه. صدقني يا معلم هي مش ترتاح الا لما تدفن بفلوسها. يا سلام يا سلام على الدنيا يا ناس. ايوه غداره يا معلم. بالعكس، مرات الدنيا كانت حنينه عليها، هي كان نفسها تموت وتدفن في البلد اللي عاشت فيها طول عمرها. سبحان الرزاق. معلش يا موسى، هو الموقف سخيف بس ربنا اراد كده. معلش بقول لك ايه، يلا عشان اوصلك المينا لحسن المركب ممكن تفوتك. لسه بدري يا استاذ مدحت، لسه بدري. الو. ايوه يا استاذ يوسف، انا موسى. موسى رافع، عندي لك خبر صعب. انا عارف طبعا ان حي شعبي والناس مش هتهضم حكايه السفر دي، خصوصا ان عمته دمها ما بردش. انت هتوصله؟ طيب لو حصلت اي تطورات بلغنا على طول. يلا مع السلامه. يا فؤاد في مفاجاه اللحظات الاخيره يا سيدي. لسه حزين يا موسى؟ طبعا مش عشرة عمري. ما هي عشان عشرة عمري لازم تطمن. اهل الحته هيعملوا الواجب وزياده كمان، ويوسف هينفذ كل الاجراءات وهيدفنها على طريقتكم. اكيد. بقول لك بالمناسبه، افتكرت تاخد العقده معاك؟ اه المعلم ما جيت فكرت. طب كويس، يلا بقى عشان تلحق المركب. اشوف وشك بخير يا موسى.
يلا يا سنين. عايزة مني ايه يا سوناتا؟ سوناتا حاف كده؟ اسفة جيفيرت فيرد. وليه ما يكونش دودة سوناتا؟ يا ريت نوفر وقتنا وتقولي لي عايزة مني ايه. ليه يا هايدي؟ ليه ايه؟ ليه الحملة العنيفة دي ضدي؟ ليه؟ حملتي مش ضد اي حد يا سوناتا، حملتي ضد الفساد. فساد ايه؟ الفساد في اللجنة الاقتصادية، اللجنة اللي انت رئيستها يا سوناتا. يا أما أنت عارفة اللي بيحصل فيها وموافقة عليه، ويا أما مش عارفة وما ينفعش تفضل في منصبك. أنت مش فاهمة حاجة. المسألة مش محتاجة فهم. أنا معايا صور مستندات. مين اللي جابها لك؟ من حقي أخفي مصادري. أنا مش محتاجة أسمع جوابك، لأني واثقة ومتأكدة إن الصور والمستندات دي أنت ما تعرفيش هي منين أصلا، ولا تعرفي مين اللي بعتها لك. ما تستغربيش يا هايدي، ده اللي أنا توقعته من ساعة ما عرفت إنك صاحبة توقيع ميلينا جولدشتاين. في حد بيلعب بينا يا هايدي. على الأقل أنا ما عنديش حاجة أخسرها. عن إذنك. ليه يا هايدي؟ ليه؟ على فين؟ على مصر. على المكتب؟ هحاول أنام. احنا هناخد العزة سكيتي كده يا معلم، مش هنشغل حاجة. ما ينفعش يا ابني الكلام ده، بقى اقعد ساكت. او يمكن تنفعها في اخرتها يا معلم. اخرس واقعد ساكت خالص بقى. امرك يا معلم. اصيل يا معلم ماجد، اصيل. ما حدش يجيلك ابدا في حاجة وحشة. كلك زور، ربنا يكرمك وتقبل الله منا ومنكم ان شاء الله يا رب. السلام عليكم. ما يصحش خالص اللي عمله سيموسة ده يا معلم. معقوله يسافر من غير ما ياخد عزا عمته؟ يا ابني مالناش دعوه، احنا عملنا الاصول والواجب وخلاص. ولازم تعرف ان احنا مش زي الناس دي، ولا يمكن هيكونوا زينا ابدا. انت بعتلي عشان تكرر النصايح القديمه دي؟ انا بعتلك علشان تعالي وتفوقي وترجعي عن التمرد السخيف ده. لو قصدك ارجع البيت فده مستحيل. انا ما عنديش حاجه اسمها مستحيل. لو عايز ارجعك غصب عنك هرجعك، وفي لحظه واحده وباشاره من صباع الصغير ده. خلاص، لما انت كبير وقوي كده ليه شغل نفسك بمقالات عيله صغيره زيي؟ لانك تجاوزت حدودك ودخلت في منطقه خطر. قصدك امنك الشخصي؟ قصدي سوناتا. سوناتا؟ من امتى كان امر سوناتا يهمك للدرجه دي؟ مالكيش دعوه بسوناتا. انا مش عايزك تعملي حاجه تندمي عليها في المستقبل. واندم عليها ليه؟ وش معنى الندم هيجي في موضوع سوناتا بالذات؟ لأن انت عارفة ان سوناتا شريفة، مش ممكن تورط نفسها في اي فساد. بس هي رئيس اللجنة الاقتصادية ولازم تتحاسب عن اي فساد فيها. اسمعي كلامي وملكيش دعوة بسوناتا. عجيبة بابا، ساعات كتير ما بقاش فهمك خالص، وخصوصا في موضوع سوناتا. ساعات بتهيألي انك بتحبها قوي، وساعات تانية بتهيألي انك ما بتكرهش حد زيها. لا بحبها ولا بكرهها، الحكاية ما فيها مصالح شخصية وبس. توازنات قوة مش كده؟ انت ما انتش هتبطلي الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده، وانت ما انتش فاهمة معناه. على العموم انا مش مستعد لمهاترات معاكي. هي كلمة واحدة، هتوقفي حملتك دي ضد سوناتا ولا لا؟ لحد ما اعرف بمنتهى الوضوح ليه المفروض اوقف حملتي ضد سوناتا، فالجواب هيبقى لا. ما
مها. ايه نحن هنا. خضتيني يا عزة، يخسى عليك. اراهن بنص عمري انك كنت تفكري في عمر. طبعا تكسبي ويخلي لك عمرك كله. معلش يا عزة انا اسفه، بس بقالي كام يوم عمال افكر في عمرو ومش راضي يطلع من دماغي خالص. معلش انت بتعتذري؟ طب ده يوم المنى لما واحده زي القمر زيك كده تقع في حب واد حلو وجدع زي اخويا. بس هو يستاهل مش كده؟ انت هتفضلي شقيه كده طول عمرك يا اختي. يا رب من بقك لباب السما. طب بمناسبه الشقاوه، هتيجي معايا ولا هتحضري محاضره الدكتور محمد الساعه 4؟ ليه؟ هو انت خلصت شغل الدعايه بتاعك يا ست النايب؟ ايوه يا مواطنه. اوكي يبقى اروح معاكي طبعا. يلا. Un pot. Je veux un petit et simple hôtel. Allez, André. مصري؟ انت بتتكلم عربي؟ طبعا انا ولدان بالشام. ده ايه الصدف الغريبه دي؟ انا تربيت لحد ما صار عندي 14 سنه بالشام، وبعدين خلصته اللي هو البابا تبع انا قفل الخماره هنيك وفتح خماره تانية هون مع عمي كرياكوس. انت اسمك ايه بقى؟ يورجو. اسمي يورجو. وانت؟ موسى. موسى رافع. شرفنا استاذ موسى. طالما بقى طلعنا عرب كده وحبايب، ما تعرفش اوتيل يكون رخيص كده وحنين؟ يعني هو مو اوتيل بس منسيون صغير تبع مدام انجيل. بيمشي الحال؟ يمشي الحال. يمشي قوي. يلا تفضل يا موسى تفضل. مدام انجيل. يا مدام انجيل. هل ميرا يا يورجو؟ احكي العربي اللي بتحبيه يا مدام انجيل. موسى هذا من ريحه الحبايب. اه مصري. ايوه انا قضيت في مصر اجمل ايام حياتي، وعشان مصر وايام مصر انا هديلك احسن اوضه في بانسيون دي بتشوف البحر.
بس متجمل. خير وبركة. دي سعر الأوضة، هتدفع 3 أيام مقدم وتأمين. طبعا طبعا عن إذنك. انت يا جدع انت، انا مش قايل لك عايز اوضه رخيصه. ما هذا ارخص مكان مدينه كلها حبيبي. هي مدينه غاليه للدرجه دي؟ في حاجه كده يا موسى؟ لا خالص مفيش. اتفضلي. شكرا يا كريان، حالا اطلع لك وصل. لينا لينا. اهلين لينا، ضيف من مصر. اهلا لينا، خدي شنطه كريم موسى لاوضه 4. حاضر. ما يصحش، دي شغلتي. تبقى شغلانه مش مناسبه. انت بس وريني الاوضه فين. اتفضل. اتفضل. يرجو استناني عشان هتوصلي مشوار تاني. من عيوني. اتفضل. هديه الفتك حلوة؟ حلوة. أكيد خالتي قالت لك أنك ممكن تشوف البحر من هنا. فعلا. خلاص اسمع، لو عايز تشوف البحر تطلع نصك وتشب قوي من الشباك وتبص يمين هتشوف البحر. وليه الغلب ده كله؟ يعني لو عايز تشوف البحر. ما يتهيليش هيكون عندي وقت. واو، ده إيه الجمال ده؟ ده حقيقي ولا تقليد؟ لا حقيقي. سرقه؟ لا ورثه. واو ده جميل جدا، ده اكيد يساوي فلوس كتير. يا ريت، لان مع الاسعار اللي انا شايفها هنا بتهيألي هحتاج فلوس كتير قوي. هتبيعه؟ عندك حل تاني؟ للاسف لا. هذا اكتر مكان بتلاقي فيه محلات مجوهرات هون، بس ما حيكون سهل انك تبيع عقد مثل هذا من دون فاتوره ولا مستندات ملكيه. لازم احاول يا ارجو، ما عنديش حل تاني. المبلغ اللي رجعت بيه بعد دفن استر كنت متخيل انه يكفيني 3 4 اشهر. الشكل اللي انا شايفه ده يا دوب يكفيني شهر وماسك المكان. طيب اسمع، لي اقول لك، دور على محل ايكي، هو متربي كمان بمصر، وقول له انك من طرفي. ماشي اوكي. تحب روح معك؟ لا 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 خلاص، شوف اكل عيشك انت يلا. طيب عموما انا دوريتي بتخلص بعد الساعه، فشو رايك لاقيك هون بنفس المكان بعد الساعه؟ اوكي سلام. أنا من طرف يورجو. مصري؟ أيوه. أهلا يورجو، صاحبي من زمان خالص. أنا ونعرف بعض من زمان، وزي ما بيقولوا صحاب صاحبي وصحابنا كمان. هو قال لي برضو ما يعود عايز أبيعه ألماس. معك ورقه؟ هي ورقه كله راح في حريقة. شوف يا مصري، موسى، اسمي موسى. شوف موسى، انا يورو حبيبي خالص من زمان نعرف بعض، انا اصدق فيه تمام، بس انا حاجه مسروقه ما اقدرش اشتغل فيها. مش مسروقه، انا ورثه. معاك حاجه تثبت؟ يورجو كان قال لي ان انت مصري هتفهم يعني الفطوة. موسى معاك الوقت، ممكن نشوفه؟ ممتاز ممتاز. انا بقولك انا عارف انه ممتاز. انا عايز التقليد ممتاز. ده فو بيجو اعلى مستوى، الماز صناعي. فو بيجو ايه؟ صناعي؟ طبعا صناعي، انا عرفته من اول ما شفته، بس قلت اتاكد برضو. اتاكد ده صناعي؟ شوف موسى، الماز الحقيقي بيقطع الازاز. انت شايف اي خدش في الفترين هنا؟ بصراحة يا جنرال احنا مش فاهمين اي حاجة خالص. احنا عملنا كل اللي نقدر عليه بناء على اوامرك عشان نهز مركز جبريت فيرد، وكل الشواهد بتقول ان احنا نجحنا في كده تقريبا. دلوقتي بأمركم توقفوا الحملة دي وفورا. لكن جنرال، دي اوامر. امرك جنرال، امرك. واي كلمة
تالت هنا ما تطلعش بره، ولو ده حصل معناه ان واحد منكم لسانه فالت، وساعتها مش هيحصل جنرال، مش هيحصل. يلا في الواقع انا مش فاهم يا جنرال، طلبت مني ملف يدين جبيرت فارد ودلوقتي بتطلب منهم البعد عنها، طب ليه؟ صفقة حنين وللأسف لازم أقبلها. الدنيا غدارة فعلا، العقد اللي الناس كلها تتخانق عليه واللي خلي إستر تعدي الدنيا كلها عشانه يطلع إزاز. لا مو إزاز، هذا ألماس صناعي وهذا مرخيص. 34 جنيه مصري من 5000 جنيه، أعلى سعر جايبه 34 جنيه. هدول مو قلاك. أنا رأيك هم يكفونا أسبوعين هنا. ما هو إذا حتقعد هون فترة طويلة نظامك هاد ما حينفع، لازم نلاقي لك شغلة تصرف منها، وشقة صغيرة ورخيصة بأي منطقة بسيطة. شقة؟ قوم نشوف الشغلانة الأول. كويس اني لقيتك في المكتب دلوقتي. قولي تقدر تخرج؟ لا لا مش هقبل اي اعتذار. ايزاك انا عايزاك ضروري. اوكي قابلني في بارولا كمان ساعة واحدة. ايوة ضروري قوي. ليلى توف. ايزاك؟ اشمعنى ايزاك؟ لا لا في موضوع هنا محتاج لتفسير. سيب الشغل واجيلك هنا في ميعاد زي ده. سنتك مالها؟ تبقى مين؟ سؤال عجيب. سنتة فيرد هي عضو الكنيسة ورئيسة لجنة الاقتصادية وحاجات كتير. يا تبقى مين يا إيزاك؟ ايه معنى سؤالك ده؟ ايه معنى هروبكم المستمر منه؟ ليه بتضايقوا لما بسأله بشكل مباشر كده ليه؟ انت واخده الموضوع ده بحساسية زيادة عن اللزوم. سنتة تبقى لي مين يا إيزاك؟ تبقى أمك.